بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة وضع الأسمدة، اليوم نهضروا لكم على الطريقة. كاين بزاف ديال الطرق ديال وضع الأسمدة، ولكن أحسنهم هي تعبر مثلا بحال الشجرة، عطيناها 2 كيلو، كتشد حتى ديك 2 كيلو كان في الجزر كاملة، وكتنقش بهاد الطريقة باش كيتسرح التيه. هاكا الطريقة، ها هو لونغري كيفاش دار بهاد الطريقة، وكيتنقش مزيان، وكيتحط التيو، كيتحط التيو ديال التنقيط. تنقش مزيان، أحمد كيفاش لانكري دار، لانكري دار بهاد الطريقة، وكيتنقش مزيان، والغبار هو الأول، والغبار ديال البهايم هو الأول، هو جاي الغبار يكون طايب ومقاد مزيان. هادي هي الضيعة اللي كنت صورت فيكم، اللي صورتها اللي كانت والدة لواحد الدرجة كبيرة كاع، تزبرت مزيان، ولكن زبرت واحد الزبرة خفيفة بحال ما تزبرتش شتيا، زبرة خفيفة مزيانة. دار لها الغبار ديال البهيم هو هذا، دار لونغري من الفوق وتنقشت مزيان. ملي غادي تنقش غادي تولي بحال هكا، بحال الطريق، يعني كنسرحو التيو ديال الكوتاكوت من هنا، وكنسرح التيو الاخر من هذا الاتجاه، والامور بخير على خير. الشجره ديالنا من داك الشيء رفيع، دار لها لانغري، كالت مزيان، داك الشيء رفيع. اللهم يسر، اللهم يسر. واليوم يعني كان واحد الفلاحه كينتظروا تساقط الامطار ان شاء الله، اللهم يسر، والله يرحم فينا، والله يعوينا، اللهم يسر.